هاي بقى، أهلا يا رنا، الحمد لله. إزيك؟ كيفك؟ أخبارك؟ أنا بصراحة يعني الحلقة دي يلا مستنيكي. إيه بقى موضوع الـ personal branding؟ شوية شوية تقولوا لنا employee branding، وشوية تقولوا لنا storytelling branding وcorporate branding وbranding. هو فين الماركتينج أصلا من كل ده؟ يعني مش كده، يعني مش عارف أقول لك يعني إيه بس بصراحة. انت كل ما حدا يطلع معك على الشو بدك تفرجيه انه الماركتينج هو شيء مش منيح، بس الماركتينج لا هو منيح، انا ما قلتش مش منيح، لا بس بنكوش كده بتقعد تقولوا كلام كتير وبعدين بالعكس، ما بنوصلش لحاجه. الماركتينج هو العمود الفقري لنجاح اي شركة شو ما كانت الشركة، والبراندينج هو جزء صغير من انا معاك، الماركتينج. موافق، يلا انا موافق ان هو جزء صغير من الماركتينج. انتوا عاملين لا منه بقى بس حاجه كبيره قوي. الماركتينج معمول مظبوط، ده اللي انا بتكلم عنه. البراندنج اذا ما انعمل بالطريقة المظبوطة ما رح فيك تبيع ولا شيء، ولا شيء رح فيك تبيع. عندك حق، خلاص انا مستنيك يوم الثلاث اشوف هتقولي ايه لضيوفنا وهتورينا ايه الفرق بقى بين ده وبين ده. ونهار التلات الساعة كام؟ الساعة كام؟ ساعتك على كام؟ هتلاقيني من الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة، 9:30 بتوقيت الرياض، 10:30 بتوقيت دبي، 1:30 ايسترن تايم. قاعد هنتلاقى. مستنيكي. Thank you. هتنورينا يا رنا وهتشرف بيكي، إن شاء الله. ومستنيكي يوم الثلاثاء.